السلام عليكم، كي داير البنات؟ لاباس عليكم؟ عيدكم مبارك سعيد، عواشكم مبروكه باش ما تمنيتو يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نعمر المجبنه او بوبينوطه. ها هي كيف ما كتشوفوا، ها هي. انا راه البنات ما كنكرموهاش هي المجبنه، يعني كنخليوها هكا في الفريغو حتى تنبغيو نعمروها عاد كنجبدوها من الفريغو. ها نتوما البنات، هنا راه مصوبه هي عدوزتي، دايره ليا العطريه ودرتها في الفريغو حتى دابا بحال ساليت الشقا وتمارا وداكشي، وغادي نعمرها ان شاء الله معكم. ها نتوما البنات، ها هي، ها هي، يعني باش تجيني ساهله حتى غنعمرها عاد غندير نشرها المره الثانيه. هنا البنات عندي اللحم، زيد هنا عندي كيف ما كتشوفوا اللحم، ها هو تا هو كامل مع القديد في العطريه كلشي. المهم صوبات ليا عدوسي، ولكن انا غنزيدو شويه ديال هنا ديال الحلبه، غنزيدو الحلبه وغنزيدو شويه ديال المساخن. هاد المساخن البنات واعرين بزاف بزاف، كيجمعهم لينا العطار او مول الحانوت اللي كان مول المحل اللي كناخذو من عنده العطريه، راه غنشاركها معكم ان شاء الله غربلتها كامله. كيجمع عليك يجمع علينا هكاك طريه وكيطحنها لينا قدام عينينا. المهم هاد المساخن البنات مجموعين فيهم كلشي، ما شحال قال لي من عشبه حتى شي مره ان شاء الله ندير عدو فيديو. هاد المساخن حارين ومزيانين للبرد، مزيانين لشحال من حاجه. غنزيدهم هنايا وبطبيعه الحال غادي نزيد فريعه ديال الثومه بالقشور ديالها. واخا هنا كاينه الثومه غنزيد الثومه قد ما كانت معطره تكون زوينه ولذيذه. هنا البنات اللحم راه مصوب في العطريه في كل شيء وكارم البنات. ها الثومه ها هو كارم، ها هو كارم البنات. هنا راه دايره لي عدوسي كما قلت لكم العطريه كامله، غير شويه ديال ما كايناش فيه الحلبه وما عنديش حب برشاد، واخا فيه غير شويه ولكن غنزيدو شويه ديال الحلبه وكرمته مزيان. دابا ان شاء الله على بركه الله غادي ندوز باش نعمرها قدامكم. بسم الله على بركه الله. انتوما غنزيد الثومه، رانا غسلتها ونشفتها، غنزيدها واحد شويه ديال كما قلت لكم شويه ديال المساخن هكا. وغنزيد شويه ديال الحلبه. البنات انا عندي غير الحلبه الروميه، ما عنديش البلديه. المهم اللي عندكم البلديه من الاحسن صافي، حيت انا راه عدوزتي دايره فيها واحد شويه، ولكن انا كتعجبني هكا هي كثيره فيها الحلبه وكثير فيها هادشي كامل. صافي غنخلطها حتى مزيان، واخا راه كلشي كارم غنبقاها صافي. المهم غنخلطها كامله، صافي. ها نتوما ها هي الحلبه كلشي، ها نتوما نتوما بجلوفها صافي. وبسم الله دابا غنشد الجبنه ديالتي. انا راه اول مره دائما البنات كتعمر لي عدوزتي، دابا ما كايناش صافي. غنبدا نجمع فيها هنا حتى هنا لتحت عاد غادي نتوما. بسم الله غنبقى ندك فيها كما كنقولوا. هانتوما خاص هاد اللحم يكون حتى لتحت تكون مدكوكه مزيان. هانتوما غنبقى نعمر وندفع بيديا هاكا. هانتوما
هانتوما البنات، انا هدا المصران تحتاني صافي، غنبقى كندك فيها مزيان ونعمرها، خاصه ما تجيش تكون عامره مزيان. هانتوما صافي، غنبقى على الطريقه ونرجع معكم ان شاء الله. البنات خاصنا نبقاو ضروري ما نبقاو نعمروها مزيان البنات. هانتوما 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 كنعمرها مزيان، لان الجبنه خاصها تكون عامره مزيان. كنت غنشارك معكم الكرداس، ولكن ما بقاش عندي سميتو، ما عمرني في الحقيقة ما درتو، ودرت في الفريقو، خليته في الفريقو الكرشة وداك المصار باش غنعمرهم، نسيتهم عند عدوزتي في الثلاجة في الفريقو. وصلني الوقت راه غادي نشارك معكم، ما وصلتش الكرداس، راه الحمد لله كلشي كيعرف يديرو. المهم الحاجه اللي ما عمرنا ما درناها، المهم خصنا نديروها ونتعلموا ليها وصافي. عمروها البنات مزيان بالجبنه، انتوما هادشي ها ديال اللي كيبقى لنا ديال سميتو ديال الحلبه وداكشي نزيدوه. دابا غنوجدوا البرا والخيط باش غنخيطوها ونعلقها ان شاء الله في السطح حتى تكرم. راه هاد الحراره البنات وهاد الشوم راه يكرموها ان شاء الله في نهار او يومين كاع تكرم. باقي البنات خاصه واحد شويه، هانتوما هزي بنتي فوق، باقي خاصني ليها شويه ديال اللحم، ماشي مشكل. المهم رانا دكيتها مزيان، البنات المهم هنا عمرتها دابا كيف ما كتشوفوا ها هي. صافي واخا باقي خاصني ليها شويه هانتوما، ماشي مشكل، غادي نخيطها هكا، نخيطها ونديرها ان شاء الله تكرم ليا. ها هي المجبنه ديالتنا، بقات لي واحد شويه ديال الحلبه البنات غنزيدها فيها بلا ما نضيع النيت. صافي هانتوما حيت عندي المجبنه كبيره، صافي غنخيطها بحال ما هكايا، غنخيطها من هنا ونقطع هادشي اللي زايد بالمقص. هيا عدي
هي الجبنه البنات. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما كتعرفوا راها سهله، وان شاء الله بلا ما نبقى نمح نعدوزي غنبقى نديرها، واخا كنعطيها دير لينا فيها البركه، لانني اول مره وهي اللي كتصاوب هي دائما، اول مره بحكم انها سافرات بقات عندي في الثلاجه وفي الفريكو، حتى قلت غنعمرها راسي حيت مولفه دائما هي اللي كتعمرها ليا، ودابا ما كايناش. المهم راه دارت فيها هذيك العطريه، دارت فيها البركه ديالها الله يعطيها الصحه. صافي دابا انا كنعمرها ونشرها ان شاء الله، ونخلي حتى تكرم وغنوريها لكم ونديرو البنات. دابا غنخيطها انتوما، هاد البراد البنات راه نقيه وشاريها غير على حساب الحوت وحساب. صافي غنخيطها دابا مزيان، دابا نقطعها صافي. صافي البنات ها هي الجبنه ديالنا كما كتشوفوا، ها هي ها هي عمرتها مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي البنات انا بعد ما خيطتها كيف ما كتشوفوا، انا خيطتها مزيان سديت لها داك الفم، وهاد البره راه عندي نقيه كنخليها غير لهنا للكوزينه. صافي انا دكيتها مزيان ها الجبنه، غادي نعلقها من هنايا ها انتوما، غادي نشدها هك ها انتوما، غنديرها هكا هي تكرم ليا في السطح كيف ما كتشوفوا هما، غنشدها من هذه النصره واللحم اللي وسطها راه كارم اصلا. صافي هذه هي الجبنه ديالتنا، نتمنى تعجبكم، وبسلامه عليكم ان شاء الله فيديو جديد نهار جديد، بسلامه.